افضل الطرق الممكنه من حيث التغذيه ومن حيث التربيه ومن حيث المكان، لان احنا بنربي طيور حبيسه. فانا عايز اتكلم النهارده في الوقت المتاح عن شويه حاجات ليها علاقه بالتربيه، وبعدين هتكلم برضو في وقت قصير عن المشاكل اللي بتقابلنا الفتره دي والزمن اللي احنا فيه ده في الهوايه، وبعدين هترك لحضراتكم الاسئله لو في حد عنده سؤال، لان انا كنت طول عمري انا شايف ان التواصل المباشر ده بيكون افضل طريق لتوصيل المعلومه، لان ممكن يكون في سؤال في ذهن مثلا واحد من اخواننا ممكن ما يخطرش على بالنا واحنا بنتكلم. يعني اول حاجه، احنا طبعا عندنا في هوايه طيور الزينه احنا بنربي انواع كتير، منها طبعا الباجي ومنها الفركاديلو ومنها كوكاتيل ومنها الزبرا فينش او الفينش عموما او الحاجات من هذا القبيل. احنا طبعا عملنا حلقات كتيره